السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبع قناة أخبار الوظيفة، مرحبا بكم. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد. إذا بمناسبة اقتراب الإعلان عن نتائج البكالوريا برسم سنة 2023، فقررت اليوم إن شاء الله نشرح لكم في هذا الفيديو طريقة الاطلاع على النتائج عبر تطبيق Outlook أو للدخول من الموقع باك من جوفما. إذا أول حاجة كتدخلوا Outlook، عالضغطوا هنا في كونيكسيون، هيتطلب منكم إدخال الإيميل الخاص بكم، يعني كتدخلوا الإيميل، من ثم كتضغطوا في سويفون، من بعد هيتطلب منكم إدخال مود باس، وكذلك كتضغطوا في الدخول. ملي كتضغطوا في الدخول هنا غتمكنوا من الدخول الى حسابكم اوتلوك، وعدر لكم الرساله يعني تتوصلون بالنتيجه الخاصه بكم شهاده البكالوريا برسم سنه 2023. واحد الملاحظه فيما يخص اوتلوك، ربما يعني تلقوا النتائج بعد 12 ليلا من التاريخ المذكور. كاين طريقة أخرى، هذه الطريقة أخرى سهلة، لكن ربما هذه الطريقة الأخرى يعني يمكن لكم دخول الموقع حتى للصباح. كتدخلوا لجوجل، عاد عملوا باك من جوفما، من ثم يطلب منكم إدخال رقم مسار كما تلاحظون، ودخلوا واحد الرمز التحقق، من ثم كتضغطوا جو نو سوي با الروبو، وتضغطوا في بحث، عدار لكم النتيجة. كما كتلاحظوا النتيجة كتكون على هذا الشكل، نعدر لكم لقد اجتزتم امتحانات البكالوريا بنجاح، كتلقاو الميزان والمعدل. يعني هذه الطريقة الثانية، غير هو واحد الملاحظة، الطريقة ربما الموقع كيتحل حتى العشرة صباحا يعني من التاريخ المذكور، عكس اوتلوك ربما تلقاو النتائج بعد 12 ليلا. إذا فورا ما عاد انطلاق بداية الإعلان عن نتائج البكالوريا برسم سنة 2023، سنوافيكم بأي جديد. قبل الختام أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد، والتوفيق والسلام.